بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أصابنا ونحن شعب الجبارين. كنا وما زلنا صناديد الفتح، رصاصنا صوته يسكت ويخرس صوت الخيانة، وأرواحنا فداء للقدس والأقصى. فنحن كتائب شهداء الأقصى، نحن النار التي ستشعل تحت أقدام الصهاينة وهو يقتل بالبطء أسرار البواسل. نحن اللهيب الذي سيحرق الأخضر واليابس إذا ما أصاب ناصر أبو حميد مكروها. فهذا القائد الذي يكبع في المستشفى بين الحياة والموت له حكاية وثورة، له شرف في هذا الوطن وهذا المخيم. فهو الأسير والجريح، وهو الثائر المغوار، ونحن نراقب عن كثب حالته الصحية ولن نرحم إذا ما أصابه مكروه. كما ونطالب القيادة الفلسطينية بالتحرك العاجل على إطلاق سراحه. فك الله أسرك يا ناصر وشافاك وعافاك أيها الأسد المقنع. إنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. إخوانكم كتائب شهداء الأقصى. مرة صار شيء.